حد الاوتيل في عالم لبنان قطعت قدامه كتير كتير. كل يوم قلت طب ليش ما بنجي نتعرف على الشباب اللي هون. سفارة لبنان اليوم سفير ناطرنا تنعمل برمي وفرجيكم لبنان شو عم تعمل بغداد او العراق وكيف بلدين مع بعضهم عم بيشتغلوا سوا. يلا فكرت في هيك باب صغير على الطريق وبيت اسم الله على لبنان هاي شي بيفتح القلب مفتخر. عن جد كثير مبسوط اني استقبلتك استقبلتني ونهار احد ونهار احد يعني بلشت فيك. الشغل والجمعه فانا بشكرك كثير كثير مبسوط. اهلا وسهلا فيك. كان بلش باول اذا بدك رياكشن يعني اول شيء عملته اول ما فتحت الباب انه خي شيء كثير كبير كثير حلو لبنان بيفتخر عنده سفارات كثير حلوين بالعالم كله سوا. ما بعرف شو عندنا تاريخ شوي العلاقات العراقيه اللبنانيه السفاره ليش كبير بموقع كثير مهم شو في انا اعرف عن هذا الموضوع. وجود السفاره حجمها جماليتها كذا بترتبط تعرف باهميه وجود الجاليه. عندنا جاليه بالعراق كثير مهمه وعندنا علاقات طيبه جدا مع العراق وترسخها بالتاريخ. كان بيوم من الايام نحن حجم التبادل التجاري بين البلدين بيوصل ل بيتجاوز 6 أو 7 مليار دولار. فكل هذه المساله بتعطي دفع ليكون التمثيل الدبلوماسي مميز وحضور مميز ومبنى السفاره بده يكون يليق او يساوي ويتناسب مع حجم هذا الحضور اضافه الى حجم المحبه اللي موجوده بقلوب العراقيين اللبنانيين. وهذه ميزه بيلحظها اللبناني عند ما يزور اي موقع او اي مركز في العراق. تقريبا ارقام اللبنانيه هون ان كان عددهم ان كان العيال العايشه هون ان كان الاشخاص بتروح بتجي اللبنانيين يعني فينا نقول حوالي 20,000 لبناني يعني الرقم التقريبي لانه ما عندنا ارقام دقيقه جدا باعتبار عندنا كثير من الروابط العائليه اللي ما ممكن نقدر نخلق خصوصيات بعض البيوت. وهذا ببلش من اعلى المستويات في العراق الى المواطن العادي يعني مسؤولين كتار في العراق عندهم زوجات لبنانيات او يعني بعض الشباب اللبناني معروف والمسؤولين السياسيين في لبنان لهم زوجات عراقيات. فمن هيك في علاقات مترسخه عائليه اضافه لموضوع طبعا اللبنانيين اللي مقيمين بشكل دائم ويضاف لهم اللبنانيين اللي يترددوا بشكل دائم الى العراق اللي هو دي عاده ما نقصد نحن في سجل المقيمين. والفضل طبعا يعود لهذه التسهيلات اللي وتطبيق مبدا المعامله بالمثل في منح التاشيرات. يعني التاشيره انت باستطاعتك تاخذها اليوم على الحدود اللبنانيه او على المنافذ الحدوديه العراقيه. في كثير لبنانيه عم بيروا يجوا يشتغلوا هون عم نسمع اكثر واكثر تعوا 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 على العراق نحن شو عم نساعدهم. في عنا يعني ما يقارب فينا نقول ببغداد يعني مسجل في المحافظات العراقيه فينا نقول وجود حوالي 900 شركه. مع هذا 900 شركة بتتخيل قد ايه في عنا عدد لبنانيين بيدخلوا وقد ايه في عنا يعني بموازاتهم عراقيين ممكن يكون عندهم شركات مع شركات لبنانية وعم يستقبلوا رجال اعمال وتجار. السفارة هون بتساعدهم اشخاص لبنانيين. السفارة موجودة على مدار الساعة بمتابعة اوضاعهم يعني نحن قد نكون يمكن على مدار ال 24 ساعة بنتلقى اتصالات بنتابع مشاكل يعني عند ما يكون عندنا دائما حركة إقامات زيادة وشركات عم تشتغل زيادة قد ما بيكون في مشاكل عم تنشأ وبيتوجب علينا متابعتها وحلها. آخر سؤال شو في إيفنتس أكتيفيتيز شو كيف عم بينجمعوا الأشخاص اللي موجودين هون ليتعرفوا على بعضهم أو اللي هم. طبعاً نحن بالبداية بدأنا نجمع قطاعات يعني في كان عنا القطاعات يعني اللبنانيين العاملين في مجال مثلاً السياحي اللبنانيين العاملين في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات اللبنانيين العاملين في مجال طبعا شركات التأمين وإعادة التأمين اللبنانيين اللي موجودين في القطاع المصرفي كانوا ناشطين الآن القطاع الطبي يشهد حركة وتعاون مميز في هذه الفترة. فكل هذه الشركات كل هذه المؤسسات الآن يعني لديها مثل تجمعات. التجمع الاساسي اللي عملناه واللي استفدنا منه كثير في فتره كورونا هو عبر وسائل التواصل الاجتماعي. بيعرفوا الشباب في عندنا مجموعه يمكن بتضم بحدود ال 250 شركه
هو دي على تواصل دائم وما حولها من مؤسسات تتواصل عبر هذا هذه المواقع، إضافة إلى برامج مناسبة العيد الوطني، بعض المناسبات الوفود اللي تأتي من لبنان. يعني وزير الصناعة ندعي من يعمل في المجال الصناعي، وزير الزراعة يأتي من يعمل في القطاع الزراعي، لدينا شركات لبنانية تعمل في القطاع الزراعي. وزير الصحة ندعو بعض الأطباء يلتقي ببعض الوجوه اللي تعمل في القطاع الطبي من شركات أدوية وتسويق أدوية وتأمين وغيرها. فدائما يعني اللقاءات متناسبة. طبعا السفارة مع الحكومة الحالية استقبلت 9 وزراء في العراق، يعني حكومة دولة رئيس ميقاتي اللي احنا عم نحكي من شهر 10. أنا في أول بدأت بالوظيفة العامة خريج المدرسة الوطنية للإدارة في مدرسة المدنية من 93. اشتغلت بوزارة البيئة ل 98، انتقلت للسلك الدبلوماسي، وأول بوست كان في كولومبيا أمريكا الجنوبية. مريت في طهران، إسطنبول، ميتشيغان، مجددا طهران، وبعدها بغداد. غربتك حلوة. واو، شو عبالك نيكست؟ وين عبالك تروح؟ هلا مفترض العودة ل هلا لازم لبنان، عودة لبنان فترة طبعا. هلا حنكون مع مفترض فاطمة وكارين حيرفقوا بجولة في السفارة، تتعرف على الأقسام الموجودة، على الموظفين، وعلى الجهد اللي بيقوم فيه الموظفين بالسفارة. وطبعا ما حننسى نعرفك على مطبخنا واللي من المفترض كان يعني قبل الأزمة الاقتصادية يشهد تقريبا مثل ما بنقوله جلسات أسبوعية، سواء للجالية اللبنانية أو بعض الجهات العراقية اللي قريبين أو على علاقة طيبة معنا، وبنفس الوقت للوفود الرسمية اللبنانية الزائرة وللأجواء الدبلوماسية. ما ننسى أنه يعني كاننا نستضيف زملاء من سفارات أخرى وفي عنا لقاءات دولية في هذه المسألة. أهلا وسهلا فيك. الشركات اللبنانية الموجودة بالعراق أو الشركات اللبنانية الراغبة أنها تدخل على العراق، إن كانت بالمراحل الأولى يعني بعد عم تدرس السوق أو عندها منتج جاهز للتسويق. فنحن بنواكبها من بداية يعني من بداية تسجيل الشركة على الأرض، نقدمها النصائح الكاملة، نربطها بالشركات الموجودة على الأرض بشبكة لبنانيين بتتخطى تقريباً 2000 شخص. عندنا بحدود 620 شركة لبنانية ممكن يتعرفوا عليها بقطاعات مختلفة، ممكن نبني بيناتهم علاقات لحتى يقدروا يدخلوا من خلالهم بالسوق العراقية. هلا حدا بده يجي على العراق، افضل شيء قبل ما يوصل يبلش يكتشف السوق وحده، او بيقولوا بدل ما يكسر سنانه وحده يجي يدق على هذا الباب ويجي بيستقبله وبتخبره يعني وين لازم يبلش. من 2019 كنا بلشنا نخبر اللبنانيين الموجودين على الأرض، لأنه تعرف هذه مهمة جديدة بالبعثات بالخارج. كنا بلشنا نبلغ اللبنانيين الموجودين هون بالعراق أو بلبنان، لأنه حتى اللبناني الشركات اللبنانية الموجودة بالعراق ما كانت بتعرف إنه السفارة بتقدم هذه الخدمات. نحن بنقدمها خدمات مجانية، حتى إذا اضطر الأمر بننزل معهم على الأرض، بنروح بندق أبواب معهم لنفتح لهم أكبر فرص ممكنة، إن كانت عبر التعرف على المراخصات بالوزارات او اي فرص استثماريه موجوده بالبلد، او حتى بنساعدهم بدراسه السوق. مرحبا وياك فاطمه المحرره بالسفاره اللبنانيه. بدايه نستقبل المعاملات بالقسم الاستعلامات، تبليغات، وكالات، معاملات احوال شخصيه تتضمن زواج، ولاده، وفاه، طلاق، اكيد الجوازات، تجديد واصدار جديد. بعد هاي التدقيق يعني نستقبلها بالقسم القنصلي، تتفرع المعاملة الجوازات أو أحوال شخصية تكون عندي. أمور المراسم أكيد عند السكرتارية، عند ست كارين، وأيضا موجود القنصل أو السكرتير الأول بالبعثة دكتور وسام.
كارين، مكتب سعادة السفير، المسؤولة عن البروتوكول، كل شيء متعلق بمكتب سعادته بالنسبة للاتصالات، للاجتماعات مع الدوائر العراقية، يعني أي شيء متعلق بالبروتوكول كسكرتارية فأنا اللي مسؤولة عنه هون بالسفارة. في عندك هونيك المكاتب صارت قدامنا، قسم المحاسبة. هلا رح اخدك على المحل اللي كتير بهمك انت، هلا نروح على المطبخ اللي هو هون بقلب السفارة. الريحة كتير كتير حلوة، شو طبخين اليوم؟ طلع الترويقة كلها سوا جاهزة. عن جد الفول الحمص المربيات هون كلها هون بتتحضر بقلب السفارة. الله 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 الله، هات اتعرف على الشيف خديجة عبد الرحمن من سوريا. انا موظفة هون من 4 سنين، هاي السنة الخامسة بالسفارة اللبنانية. كنت مع شركة ويرويك بالقبل فندق بابل، كمان بالقسم اللبناني، بعدين انا اجيت لهون وهون عايشين يعني كعائلة. حبيت هون كتير وعايشين كعائلة كلياتنا هون. الجالية العربية اللبنانية دائما يكون في هون اجتماعات، عنا في عنا عزايم، أكلات لبنانية طبعا. يعني سعادة السفير هو بيحب أكثر شيء الأكلات، هو نباتي بيحب الأكلات الزيت أكثر شيء. بنعمل لوبيا بزيت، بنعمل ملوخية، نعمل فريكة، يعني أكلات بزيت الهند، الفرفحين نحن بنزرع هون الفرفحين، البندورة، النعنع، البقدونس. طبعا نحن وسعادة السفير كمان بيعتني كتير بالزرع، وعنا النعنع، عنا كتير يعني شغلات نحن بنعملها هون. المونة دائما هي من لبنان، السفارة بتجيبها هون، كل شيء لبناني، البهارات الزيت، كل شغلاتنا من لبنان. مستفيدين من كل زاويه موجوده تيعملوا شيء، تيزرعوا فيها شيء، ان كان الحامضه، البندوريه، نعناع، البقدونس، هلا شوب كثير وغبره كان كثير، بس مضاينين يعني زمطوا. حتى على المدخل في نعناع سبيسيال، يعني بدنا مارك تخبرنا شو اسميهم، بيبرمنت، سبيرمنت، وحده منهم بس مش النعناع اللي نحن بنعرفه. كل زاوية كل زاوية مستفيد منها، هذا حلو، مش بس بزهور بس كمان بأشياء للزراعة، حتى في عريشة. روعة روعة روعة، عن جد شيء واحد بيفتخر فيه. هيدا المبنى كله سوا تمثيل لبنان هون، تقريبا أكثر من 2500 متر ومشغولين مظبوط رغم كل شيء ورغم الصعوبات اللي عنا اياهم، الوضع الاقتصادي كثير صعب عنا بلبنان، لقوا حلول تضلوا مكفيين، ما سكروا وبعده الباب مفتوح والقلب مفتوح وبيستقبل كل حدا عم بدق الباب ان كان لبناني او غير. فعلا شيء بيفتح القلب، فعلا فعلا شيء بيفتح القلب. هلا من بعد ما برمنا شوي وتعرفنا على الـ الـ على التيم اللي هون وتعرفنا على كل شيء وعملنا برمي بقلب السفاره، عنا مفاجأة، السفير عزمنا على الترويقة. قطفنا من الجنينة ورقنا، نسوي ورقنا بزيت، نعمل كوسة بلبن وصار، يعني هو لأنه نحن هلأ عنا ضيف بالأحوال العادية، نحن يعني على الساعة 9:30 بتروق السفير، بس هلأ في يعني حالة هاي. حسيت حالي بالبيت بلبنان وعم حضر فول وحمص و...
غالي ما بتشوفوها بالعراق. عجينة بيت معمولة بال 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 بالقلية زعترات لبنان. هاي شو هاي؟ ولا عصولة حتى العجينة بالصفار. ناخد اللبنة مقصوصة على القد يعني ناطرتنا، وناخد البيض ونحطها بقلبها هي والقوارمة، نلفها نص لفة ما حدا نشوف شيء. أكل لبناني بيتاكل هيك أكيد. رح يعملوا مثلها أكيد، حديكم رح يعملوا مثلها. لا توصف. مش لبس الخروب، لا لبس التمر. بيجي قطرة طبيعي ما بيزيدوا له سكر، حلاوة طبيعية بتفوت وبتزكزك الزلعيم هي وفايدة. شيء كتير مهم هيدا مع كيك أو مع معمول جوز مثلا. حسيت طعمك تضيع دغري عرفتها من لبنان. طبعا هذه الطاوله استضافت فينا نقول عشرات الوزراء اللبنانيين والعراقيين اللي جمعناهم خلال اجتماعات او غدوات عمل، اضافه الى كثير من الشخصيات السياسيه العراقيه، الشخصيات الفنيه، الوجوه الاعلاميه العراقيه او اللبنانيه، وطبعا اللبنانيين المقيمين بالعراق اللي كنا نجمعهم حسب القطاعات. بداية كنا مع القطاع المصرفي اللي كان حاضر بالعراق، بعدين وجوه تعمل بالمجال الطبي الفني غيره، فهي مائدة لبنان، وبالتالي كل لبناني مرحب فيه بانه يكون معنا على هذه المائدة. بسط بسط كتير، بسط بالحديث، بسط بسعد السفير، مهذب محترم بفكر صح، كنا كتير اشياء حلوة. انبسطت كتير، فتح قلبي على هيدا السفارة الحلوة. فعلا قصر صغير بنص بغداد من واحدة من أحلى المواقع. لبنان بضل لو شو ما صار. سعاد سفير أنا بيجي مرة بالشهر يعني، وبقعد بالأوتيل بوجهك يعني. صاحبك سعاد. أهلا وسهلا.